بعد ما هاجم الإعلامي أحمد موسى أمناء الشرطة في حلقة من برنامجه وقال إن مرتباتهم بتوصل ل7000 جنيه في الشهر، قرر الأمناء إنهم يردوا عليه بنفس الطريقة، ونشروا على صفحتهم على الفيسبوك صورة للشيك بقيمة 9,200,000 جنيه مصري باسم أحمد موسى، وقالوا إن ده أجره في السنة، وقالوا كمان إن صورة الشيك ده هي مجرد بداية لحربهم عليه.